بداية الشوط الأول. محمد هاني والتحرك جميل وانطلاقة برؤية بعرضية من انطلاقة كهربا بعرضية تعدي والهدف جول التامنة من زمن الشوط الأول. هدف بهدية من الحارس الهاني سليمان. المرة الثانية هدية موجودة من الهاني سليمان للاعبي النادي الأهلي ولطلع كورته عالية. هاني هاني براسه متابعة لكهربا واللمسة الحلوة. هوبا الأهلي في بداية المباراة يسجل هدفين. الشحات بالمهارة اللمة حلوة حسين الشحات والسندة كهربا والهدف الهدف. المهارة موجودة واللمة موجودة والإحساس واللمسة الحلوة ومحمود يصنع هدفين اليوم في مباراة اليوم. هدف من ركلة الجزاء حطها جميلة طموحة ثلاثة النادي الأهلي.